بس زقفة صغيرة كمان. اوكي مش الحال اوكي بلش بلش تخفيف حدة التناقض بين الشعوب وقصة الحروب اللي عم تصير هون وهون وهون وكلها سببها مثل ما قلت لك سببين سبب اقتصادي وسبب حرية الرأي يعني الديكتاتورية هودي أكتر سببين هن اللي عم بيخلوا الحروب طيب إذا العالم الغربي اللي عم يصرف مثلا لنقول صاروخ واحد بيكلف كذا مليون دولار مش هيك إذا صاروخ عبر للقضاء بيكلف لك بيقول لك نص مليار دولار طيب هالنص مليار دولار يا أخي مال في شغلات يعني إنه مدنية سلمية طيب بتوظف لنقول 10,000 واحد طيب هول 10,000 بطلوا يقولوا إنه نحن متضايقين وممكن إنه ينزلوا بشكل عنفي وكذا هاد بس صاروخ واحد فكيف إذا أنت هلأ الحرب اللي عملتها أمريكا على أفغانستان كلفت لك كذا مليار دولار من فوق ال 500 مليار دولار فتصور هيدي ال 500 مليار دولار قديش بيعملوا إنعاش لمجتمعات حتى عندهم صريعان هلأ اللي عم بيعانوه هن من وراء القصة هاي